حياتي يعني انا من شهر 7 لشهر 7 في دروس. يعني ليه كده؟ واهالينا يعني احنا اول فرحتهم، ليه اهالينا يحصل فيهم كده ويشوفونا عاملين كده؟ ليه حضرتك شايفه ايه مطالبات حضرتك في الموضوع؟ يعمل لنا درجات، يشوف احنا عملنا ايه، يا اما يعدلنا امتحان من تاني، دخلنا دور تاني ونمتحن ويدينا حقنا، ويدينا الاسئله الطبيعيه اللي احنا كاي طالب يفهمها، مش جايبين لنا اسئله مش فاهمين منها حاجه، ولا حتى السؤال لافف. يعني عايز اقلع السؤال تقعد فيه نص ساعه عشان تعرف تحله، حتى مش احنا لوحدنا، الدفعه اللي قبلنا واللي قبلنا اللي هم عايجين ما عرفوش يحلوا الامتحان، على الاقل هنقول عندهم خبره عننا، لكن ما فيش اي حاجه. وده ظلم لينا وظلم لاهالينا. دلوقتي لما مثلا 400 طالب يشيل وفي طلاب تانية جايين، يبقى مليون طالب دفعه جديده، يبقوا نخش في مليون عدد طالب بيمتحن، طالب دفعه قديمه وطالب دفعه جديده، احنا هنلاقي فين اماكن نمتحن فيها؟ هنلاقي فين لجن؟ احنا اي سنتر بنروح ناخد فيه درس من اقل من 100 وانت وواحد طالع، ازاي هناخد الدروس وهنقعد نفهم ونتعلم ازاي ونفهم ازاي؟ احنا كل اللي هممنا ان احنا مثلا تعمل تظلم، وعلى الاقل حتى اللي جايب 5 مواد يتشال عليه يبقى مثلا مادتين، ونمتحن المادتين ونخش يعني نخش جامعه ونرتاح، بدل ما احنا كل واحد شال 5 مواد وبعدها يعيد السنه وكده تعب كده. اللي هو انت بتقول لنا 5 مواد يلا عيدوا السنه، انا مش عايز اعيد السنه، ومحدش فين هيقدر يعيد السنه. نسبه مدرستي كامله، مدرسه مانيا للرودا كامله ساقطين، مفيش بنت ناجحه، مفيش بنت ناجحه غير بنتين بس، بنت ادبي وبنت علمي بس اللي ناجحه، لكن كله ساقطين. والمدرسه اللي جنبي والمدرسه والمدارس اللي في المعادي كلهم ساقطين، مفيش بنت ناجحه. انا شايله 3 مواد، تاريخ جغرافيا فلسفه، انا ذنبي ايه اللي بذاكر وطالع عيني من اول السنه اجيب 3 مواد واشيل؟ ليه يعني؟ انا واحده طلع عيني واهلي صرفوا كتير، في الاخر اجيب راسب وفي الاخر خالص اعيد السنه؟ ليه اعيد السنه؟ انا بتمنى من الوزير ان هو يترقف بيا وبكل زمايلي، مش انا لوحدي، ان انا انجح. بس انا واحده في علمي علوم، اكيد اللي انا نفسي فيه ان انا ادخل طب، ادخل صيدله، فاكيد انا نفسي في درجات كبيره. هو اصلا سقطني في كله، مفيش حتى ماده ناجحه فيها. يعني انا رحت كتبت اسمي ولا انا عملت ايه؟ انا مش فاهمه. انا جيت الوزاره علشان اجي المواد اللي انا المفروض ان انا ساقطه فيها، ان انا حتى اعمل تظلم او يدخلونا دور تاني، يعني يدونا فرصه ان احنا ندخل دور تاني عشان ما تعيدش السنه. عشان يعني حتى لو هعيد مثلا، لو ان انا مش قادره اصلا ان انا اكرر ده تاني، حتى لو هعيد مثلا اعيد على مادتين على الاقل، مش هقدر اعيد على 5 مواد تاني، مفيش طاقه لاي حاجه من دي تاني. احنا قاعدين من الساعه 8 جوه مش بره.